وزارة الصحة قالت أنه تم رصد حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور آيريس EG5، والأعراض الإكلينيكية اللي ظهرت على يعني المرضى هم أعراض خفيفة ويتمثلون الآن للشفاء. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المتحور الجديد والأعراض وكمان طرق الوقاية منه. معانا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ شاذلي. صباح الخير يا استاذ بسام. صباح الخير يا اهلا بحضرتك. احنا دايما مع ظهور اي اعراض مرضيه ولا حاجه. طيب الحمد لله. احنا دايما يا فندم مع ظهور اي متحور جديد، سواء بدات تظهر حالات منه في مصر او حتى سمعنا عنه بره، بنحب دايما نطمن، وحضرتك يعني افضل من يطمننا. نطمن يا فندم. اطمئن تماما. طيب الحمد لله. شوف حضرتك، عايز اقول لكم الآتي. يعني يدل على قوة الطب الوقائي في مصر وعلى الفحص المستمر للتسلسل الجيني بتاعت الفيروسات، ان اي حاجة بتحصل بنقولها على طول. سيادتك، انا كنت في حديث اول امبارح وسئلت هو المتحور الجديد ده جانا مصر ولا لا؟ قلت الرد بتاعي، قلت لهم ما جاش لحد الان، وقلت كلمة حتى الان 3 مرات. تمام. فاذا كونوا المتحور يجي ده حاجه متوقعه جدا. وكون الفيروسات بصفه عامه، الفيروسات التنفسيه بكل انواعها بما فيهم فيروس كورونا، يحصل تحول، هو ده شيء طبيعي جدا، ودي ظاهره من الظواهر المميزه للفيروسات. اي نوع من الفيروسات. المتحور الجديد ده لما جه هم بيرصدوا طبعا ايه اكثر المتحورات انتشارا وعدد الحالات اللي بتصاب. وانا دايما بقول لحضراتكم انا اللي يهمني في المتحور او في الفيروس 3 أو 4 حاجات. الحاله الاولى مدى الانتشار، يعني بينتشر بسرعه ولا لا. وحضرتك لو فيروس الانفلونزا العادي الاكثر شهره بيصيب لما واحد يتعدي او يجي له فيروس انفلونزا يعدي كم واحد؟ 3 مثلا. لما جت الكورونا قلنا لا، ده ممكن يعدي من 5 لـ 7. لما حصل متحول أوميكرون قال لك ده ممكن يعدي 8. فهم بيقولوا ان هذا المتحور الجديد الحاجة المميزة حتى الآن انه اكثر انتشار، يعني لما يجي الواحد يعدي عدد اكثر. وعلى فكرة كل انواع فيروسات كورونا من اول كورونا الاصلية لحد أوميكرون لحد الجديد اللي هو ادوا له اسم بقى حركي كده زي ما قالوا أوميكرون سموه ايس عشان يبقى اسم سهل الناس تتكلم فيه، يصيب عدد وجزء من، يعني في 3 أنواع من المصابين، واحد او مجموعه يجي لها الفيروس وما جالهاش اي اعراض مرضيه لكن يبقى حامل للفيروس وممكن يعدي الناس. ناس ثانيه الغالبيه العظمى اعراض بسيطه جدا، هي نفس اعراض البرد كلها، يعني رشح وعطس وجع زور تكسير في الجسم الى اخره. الحاجة الثالثة في بعض الحالات القليلة خصوصا اللي عندهم بعض أمراض مزمنة ممكن يجي لهم التهاب في الشعب الهوائية، أو لكن هو هذا الفيروس أعراضه في الغالبية العظمى هي أعراض جهاز تنفسي علوي وبسيطة جدا. هي. وما فيش أي خطر حتى الآن في كل الدول. يعني الدول اللي هي زادت 50 وبقت 55 إلى آخره هي نفس الأعراض وبنفس المواصفات، هي نفس الشيء. الحمد لله احنا في مصر في رصد شديد جدا، في متابعه دقيقه جدا من السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس الوزراء وكل الدوله، وكلنا بنتابع. والحقائق زي ما تعودنا خلال 4 سنين اللي فاتت بتتقال تماما حتى نطمئن كل الناس. لكن في نقطه مهمه بقى. طيب احنا دلوقتي في فصل الصيف، في حر شديد، في ناس بتخرج من الحر قوي للهواء، في ناس بتخرج او تيجي من بره وتخش في المكيفات، فبيحصل بعض الزكام والرشح وفي بعض الالتهابات التنفسيه. ازاي احنا نقلل من مخاطر او من مشاكل هذه الفيروسات كلها بصفه عامه بما فيها المتحور الجديد؟ الهدف الاول انه نقلل الانتشار. فأنا برجو إن اللي يجي له برد أو زكام أو رشح أو أي أعراض يعني تنفسية نتيجة لهذه الفيروسات أن يعتكف في المنزل أو في بيته 2 أو 3 أيام، ويستعمل مناديل ورقية حتى لا ينشر العدوى بين أهله، لأن كل واحد فيهم هيتعدي هيعدي ناس تانيين.
ما ينزلش بقى يروح الشغل ويهدي زمايله، وما ينزلش يركب المواصلات ويهدي الركاب الا في الضروره القصوى. انما حتى الان الحاجه الوحيده اللي احنا محتاجينها لو جت الاعراض دي ناخد حاجه بسيطه جدا مسكنه الباراسيتامول، وفي منه عندنا في مصر انواع كثيره عند الحاجه. اي اعراض اخرى تنفسيه اخرى او في الشعب الهوائيه في الحاله دي استشارة طبيب أمراض صدرية أو أمراض تنفسية حتى يصف للمريض العلاج المطلوب. ليس هناك حتى هذه اللحظة إلا أن احنا كلنا يبقى عندنا وعي بهذا، ويبقى فيه أعراض، يبقى فيه يعني جزء وقائي مهم جدا كل واحد فينا ليه دور فيها. يعني مهم جدا حضرتك طبعا بتطمننا. حابين نعرف منك يا دكتور، فترة حضانة الفيروس ايرس من المتحور هتبقى تقريبا او بتبقى كام يوم؟ ما انا قلت لحضرتك ممكن تقعد 3-4 ايام. ولكن هي النقطة المهمة هنا ان ممكن واحد يجيله الفيروس ياخد الفيروس وما يجيلوش اعراض، وده ظاهرة في مش بس في الفيروسات، في بعض انواع البكتيريا. اللي احنا هو في انفكشن وفي ديزيز. انفكشن اللي هو العدوى، وفي المرض. ليس بالضرورة ان كل واحد ياخد الفيروس يجي له مرض، فهو ممكن يبقى حاضن لهذا الفيروس ويكح او يعطس او في اي عرض يعني نستر. فاذا كلنا نتبع اساليب الوقايه، بلاش يعني ان الواحد يعني يعطس او يكح او الاحضان او القنبلات، كل دي نقلل منها شويه عشان نقلل اي احتماليه لانتشار هذا الفيروس. وما زال وباكد تاني، ليس هناك حتى هذه اللحظه اي خطوره ابدا، متابعين ومراقبين، الادويه متوفره. عظيم. الحمد لله متوفرين، المستشفيات موجوده، وما حصلش ابدا اي حاله من هذا النوع احتاجت مستشفيات او احتاجت رعايه مركزه او كده. طيب حضرتك عارف طبعا انه زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي انه الاعراض متشابهه مع البرد العادي، واحنا خلاص ما بقناش نعمل المساحات، هل في حاجه لعمل المسح من جديد؟ هل في حاجه مثلا لاخذ اللقاحات ونرجع تاني لمرحله اللقاحات والكلام ده، ولا الموضوع بيقتصر على ان انا اعزل نفسي في البيت لفتره، والفتره دي برضه هتبقى قد ايه؟ هو ده المطلوب يا فندم. ليس مطلوب اخذ عينه الا في بعض حالات. شوف سيادتك، كل الغالبيه العظمى مش محتاجين حاجه حاليا. وهاجي لحضرتك تاني عشان النقطه دي مهمه قوي، لان هتبدا بقى تسمع ترويج شديد للقاحات. خدوا لقاحات واللقاحات جايه، عشان لا هي في ناس هتحتاج لقاحات هقول لحضرتك عليهم، انما حاليا في الغالبيه العظمى من هذه الحالات بتعالج ببساطه شديده جدا زي ما قلت لحضرتك. لكن عندنا فئات اللي احنا بنتكلم عليها دايما، اللي احنا بنسميها الفئات التي قد تكون اكثر عرضه لبعض المخاطر. مين هم دول؟ كبار السن، من هو اكثر من 65 سنه، صغار السن قوي، ثم الناس اللي عندهم بعض الامراض المزمنه. يعني اللي عندهم امراض مزمنه في الجهاز التنفسي. اللي عندهم امراض مزمنه في القلب والاوعيه الدمويه. اللي عندهم اورام. اللي عندهم السيدات الحوامل. اللي عندهم امراض مناعيه. اللي عندهم ناس بياخذوا ادويه تثبط المناعه. هي دي هي الفئات التي تستهدف والمطلوب انها تاخد تطعيم. على فكره هذه الفئات احنا بنديها مش بس تطعيم ضد الكورونا ومتحوراتها، احنا بنديها تطعيم الانفلونزا بشكل. واحنا طول عمرنا يعني تخصصنا امراض جهاز تنفسي، طول عمرنا هذه الفئات احنا بنديها التطعيم الوقائي. وفعال يا فندم مع المتحور الجديد؟ اللي بيروح عمره وبيروح حج بندي له بعض التطعيمات، بنقول له خد تطعيم الانفلونزا، خد تطعيم التهاب السحائي، كل ده عشان لا يحمل العدوى من اي مرض وهو جاي. هذه الفئات هي اللي احنا هنقول هنطعمها. انما سؤالك مهم جدا يا استاذ شاذلي، هل احنا محتاجين لماسيف فاكسينيشن او نقول للناس روحوا كلكم اطعموا؟ لا، مش محتاجين هذا ابدا، ولا المنظمه الصحه بتدعو الى هذا. احنا كل اللي بنقوله الاجراءات الوقائيه نمره واحد. نمره اثنين، اللي يجي له مشاكل من الفيروس، وده محتمال طبعا، دي نسبه قليله جدا، لابد يلجا للطبيب المعالج بتاعه عشان يكتب له العلاج اللي ياخده. مش محتاجين ناخد انتيبيوتكس، مش محتاجين
ناخد فاكسينيشن عام كده. طب هل احنا محتاجين نلبس ماسكات؟ اللي عنده بقى المرض ده هينزل لاي سبب حاجه ايرجنت يحط الماسك. انا ما بطلتش استخدام ماسك حتى الان. ليه بقى؟ انا بستخدمه كوقايه نمره واحد، ونمره اثنين ودي نقطه مهمه جدا، انا بضطر انزل من التكييف الى السخن، انزل من العربيه للسخن فبلبس الماسك عشان تيار الهواء السخن او البارد ما يخش الجهاز التنفسي. لو تعرفوا ربنا سبحانه وتعالى القوة المناعية والدفاعية للجهاز التنفسي حاجة تفوق الخيال. إنما أما تنزل فجأة وأنت قاعد في درجة حرارة 18 أو 19 أو 20 إلى 30 أو 35، الهواء السخن ده بيروح داخل ويمكن يكون محمل ببعض الفيروسات أو بعض الأتربة. فالحل هنا خصوصا بقى اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنت عندك حساسية في صدرك أو في التهابات شعبية مزمنة أو في مشاكل أخرى في الصدر، أمراض كثيرة، في الحالة دي استخدام الماسك هنا كوقاية. وقاية مهمة جدا، بنضرب عصفورين بحجر. أولا لو في حد عنده انفكشن أو عدوى ما يديلكش، ثانيا الهواء البارد أو السخن قوي ما يدخلش إلى الجهاز التنفسي. هو ده المطلوب في هذه الفترة، إن احنا نتبع الأساليب الوقائية، إن احنا أي حد يجيله المرض يقعد عشان ما يعديش الآخرين، اي حد يحصل له مضاعفات يلجا للطبيب. ثم الفئات اللي انا قلت عليها اللي هي اكثر عرضه للمخاطر دايما تتابع عشان يقدر الدكتور المعالج يقول له ايه اللي انت تاخده وايه اللي ما تاخدهش. ارجوكم الناس ما تستخدمش ادويه بلا مبرر، مش محتاجين انتيبيوتكس ابدا في الفيروس بس، مش محتاجين ادويه اخرى اللي بنسميها نون سترويد اللي هي الادويه المسكنات أو خافض الحرارة الآخر، هو بس الباراسيتامول. الحاجات التانية لا تستخدم. فهنا الحقيقة الموضوع بياخد له يومين ثلاثة أربعة وبينتهي تماما بإذن الله، وربنا يحميك ويحمي مصر كلها إن شاء الله. يا رب. دكتور احنا عامة في المستقبل ممكن نلاقي متحورات أخرى، وهل يجب إن احنا طبعا نتكيف مع هذه الفكرة عامة؟ شوف يا فندم، عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية، المدير العام عمل مؤتمر صحفي، عندهم حاجه اسمها لجنه طوارئ، هي المنظمه بتعتمد على هذه اللجنه. اعلنوا ان فيروس كورونا او وباء كورونا لم يصبح حاله طوارئ عالميه. يعني هو كان زمان emergency، يعني حاله طوارئ عالميه. ما بقاش كده. لكن قالوا ايه؟ حط جمله في الاخر، قال هذا لا يعني ان مشكله كورونا انتهت، ما اعلنوش ان وباء كورونا انتهى. لكن بقى اصبح لازم الدول تتعامل معاه كاحد الفيروسات التنفسيه. والله يا فندم احنا قلنا الكلام ده من زمان جدا، احنا فيروس كورونا في منه انواع كتير. بعد شويه بقى خلاص هو في عندنا فيروسات تنفسيه، الانفلونزا اظن مشهوره، والانفلونزا على فكره مش نوع واحد، ده في منها A وB وC وD وتحتيها في متحورات كثيره جدا. يعني لو حد بياخد تطعيم الانفلونزا الموسمي هيلاقيه كل سنه بيتغير، ويكتبوا عليه 23 24 وبعدين 24 25. ليه؟ لان التركيبه الجينيه بتاع نفس الفيروس اللي اسمه انفلونزا بقى فيها تحتيها سب تايبس موجوده كتير. فاذا هي ظاهره تميز كل الفيروسات. امال احنا بنقول ليه ما تستخدموش مضادات حيويه عشوائي عشان ما تكتسبش البكتيريا مناعه ضد المضادات الحيويه. فاذا هيحصل متحولات ثانيه، نفتكر سوا انا وحضرتك والاستاذ شاذلي، حصل بعد شهر شهر ونص هيطلع واحد جديد. لا حصل قبل كده، كنا دايما في المداخلات حضرتك بتقول ان احنا قريب هيكون فيه، وما زال المتحورات موجوده وهتفضل موجوده، لكن احنا علينا بالفعل ان احنا نتكيف مع الوضع. ونقطه بس اخيره كنت عايز استفسر من حضرتك عنها، وهي برنامج الترصد الروتيني، عايزين نفهم عنه اكتر وعدد المستشفيات كمان المطبق في هذا النظام. حضرتك الترصد دي ظاهره موجوده وقائيا في مصر، مش بس للكورونا ولا متحولات الكورونا. طب هقول لك حاجه ثانيه حضرتك، زمان كان في حاجه اسمها انفلونزا الطيور. احنا عندنا في مصر بيجينا طيور مهاجره بتيجي من جنوب شرق اسيا وتروح على اوروبا وتعدي على مصر كلها وتروح افريقيا وترجع تاني. طبعا مش هم بتوع السنه اللي فاتت، هم لكن هي عارفه السكه بتاعتها. الطيور دي ساعات بتنزل مصر وفي ناس بتروح تصطاد هذه الطيور.
الترصد الوبائي المصري بيرصد هذه الطيور وبناخد عينات منها ونشوف انواع الفيروسات. كل القادمين لمصر من مختلف الاماكن والبلاد اللي فيها اوبئه او الناس اللي الاخوه اللي بيلجأوا لمصر بنفحصهم للامراض ونتاكد رصد وبائي. بنتاكد في امراض ولا ما فيش، في فيروسات وفي متابعه. فالترصد البيئي والوبائي ده شيء موجود جدا ونتين. طبعا ما بيعلنش عنه كتير لان دي طبيعه العمل بتاع الصحه والبيئه. انما لما تحصل ظروف معينه بنقول اه والله احنا بنعمل ترصد بيئي، بنعمل ترصد للفيروسات، بنعمل حاجه ترصد للناقلات الحشرات. يعني في نوع انواع من الناموس بتنقل الحشرات، بنعمل له ترصد. الحمد لله مصر حاليا ما فيهاش مرض الملاريا، لكن هذا المرض موجود في بلاد اخرى حوالينا، فاحنا بنعمل ترصد لناقلات الامراض حتى لا ينتشر في مصر. والامراض الاخرى اللي في الحيوانات، ما ممكن في امراض مشتركه بين الانسان والحيوان او الطيور والانسان. فعشان كده هذا الترصد حقيقي وبيتعمل وبيعلن عنه وله خريطه دوريه وعينات عشوائيه بتكتشف هل في تغير في الفيروسات ولا لا، تغير في البكتيريا ولا لا، وتغير في الامراض ولا لا. يعني انا عايز حضرتك يا استاذ الشاذلي وحضرتك يا استاذه بسان تطمئن ان شاء الله ان يعني الشغل ماشي والناس متنبهه لهذا، وان شاء الله كل ده يساهم في حمايه مصر والمصريين من اي مخاطر باذن الله. ان شاء الله حضرتك دايما بتطمنا. بنشكرك دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. بنشكرك يا فندم، كل الشكر ليك. شكرا جزيلا يا دكتور محمد. والحقيقه انه احنا الحمد لله احنا مطمنين وواثقين تماما في قدرة الدولة على تجاوز أي أزمة صحية. أعتقد أن ده كان واضح من بداية ظهور فيروس كورونا. لم نكن الدولة الأقوى ولا الدولة صاحبة الاقتصاد القوي ولا المنظومة الطبية والصحية الأقوى في العالم، ولكن الحمد لله خرجنا بخسائر. خرجنا بخسائر، ولكن الحمد لله فضل ربنا كانت بأقل الخسائر مقارنة بدول كبرى ودول عظمى. لكن المهم أن الناس تطمن. في بعض النقط كده مهمة جدا قالها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، يجب ان احنا نركز عليها خلال الفترة الحالية. موضوع الماسك، احنا كنا قبل انتشار فيروس كورونا في 2020 كان الموضوع في بدايته كده كان صعب جدا ان احنا نلبس ماسكات ونمشي في الشارع واحنا لابسين ماسكات. لكن لما الفيروس بدأ ينتشر في مصر وبدأنا نشوف حالات وفاة وبدأنا نشوف ضغط على المستشفيات، اضطرت الناس كلها ان هي تنزل بالفعل في الشارع لابسة ماسكات. لما خلاص خدنا المناعة، سواء بقى المناعة من انتشار الفيروس اللي جالها الناس اللي جالها الفيروس أو حتى الناس اللي خدت اللقاح والتطعيمات، خلاص بقى عندهم مناعة. فلما الوضع بقى مطمئن كثيرا عن قبل، فبدأت الناس إيه تخلع الماسكات، وبدأت الناس نبقى يعني بنتعامل مع الموضوع شوية مش زي بالحرص الشديد اللي كنا بنحرص عليه في البداية. خليني أقول كمان أن يمكن الدكتور قال حاجة مهمة جدا، أنه المتحور الجديد هو يعني بيعدي بس ناس أكتر، عشان كده يمكن في منه القلق ده اللي العالم كله أولى ليه اهتمام، أنه بس بيعدي ناس أكتر. لكن إحنا كان متوقع من اليوم الأول أنه يبقى فيه متحورات كثيرة لفيروس كورونا، ومع كل متحور كان الخطورة بتقل يا شاذلي عن المرة اللي قبلها. في الحقيقة دكتور محمد عوض تاج الدين طمنا وطمن المشاهدين أنه ما فيش الخطورة اللي يمكن كنا خايفين منها قبل ما يمكن نعمل المكالمة دي مع دكتور محمد. كنا خايفين شوية أنه يمكن في ضجة كبيرة حوالين هذا المتحور، لكن بالفعل هو متحور آخر من متحورات كورونا، يعني نسبة الخطورة منه مش شديدة. فبنطمن المشاهدين وأكيد بنشكر الدكتور.